حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. هذه المرة نستضيف عبر سكايب شاعرا سوريا حمل على عاتقه هم بلده في المنفى. معنا عبر سكايب من ألمانيا الشاعر السوري الجميل جدا محمد النقشي. حيا الله أستاذ محمد، أهلا بك ومرحبا في بيت القصيد. حياكم الله أستاذ مصطفى، حياكم الله وحيا الفريق العامل في برنامج بيت القصيد وقناة الرافدين والمشاهدين الكرام. محمد، وقبل أن نذهب إلى الأسئلة أو إلى القصائد، حبذا لو تطلعنا على ما تحب أن يعرفه عنك الجمهور العراقي والعربي على حد سواء. معلومات عن محمد النقشي يقدمها بنفسه، تفضل. الله يزيد فضلك. محمد النقشي، محمد عمر النقشي اسمي مركب، محمد عمر اسمي الأول. جميل. أنا من حلب السورية، ولدت في البوسنة والهرسك في بانيالوكا، وعشت فيها فترة من الزمن، ثم كانت الحرب فهددنا بالقتل فانتقلنا إلى سوريا. وقتها عشت يعني تقريبا 15 سنة في سوريا. أيضا اختصاصي العلمي الطب البشري. جميل. إلى جانب ذلك أكتب الشعر منذ يعني ما يزيد تقريبا عن 16 سنة. الشعر طب الروح، الشعر طب الروح، وتجيد كذلك طب الجسد. أكمل. الله يبارك فيك. نعم، يعني أتمنى ذلك، أتمنى أن أكون كذلك. وإن كنت سأصف نفسي في أبيات من الشعر، فإني أختصر هذا الوصف في مطالع قصيدة لي كتبتها. تفضل. ماذا قلت؟ أنا الغريب فيها؟ أنا الغريب الذي لا أرض تعرفني، وليس يعرفني روحي ولا بدني. أنا الذي مزقوا ما كان يجمعه حتى غدوت بلا مأوى ولا وطني. الله. أنا فقير معنن مدنف تعب، ما زال يبحث في الأرزاء عن سكني. ماذا أقول إذا ضاع الكلام سدى خلفي على صدقه والعمر ضيعني. يا لفتة الدهر بين الخافقين، أما آن التهادن بين الحلم والزمن. نعم. هذا باختصار وصفي لنفسي. أحسنت يا محمد. وقبل أن نذهب إلى قصيدة أولى تكون عيدا لبداية هذه الحلقة، حبذا لو تحدثنا عن رسالة الشعر انطلاقا مما تؤمن به، مقتضيات هذه الرسالة. تفضل. مقتضيات هذه الرسالة في رأيي الانتصار للحق. يعني رسالة الشعر في الدرجة الأولى هي الانتصار للحق، الانحياز إلى الشعوب بدرجة معينة، يعني الانحياز الحكيم إلى الشعوب. نعم، هذه يعني أختصر رسالة الشعر في القضية الحق. أحسنت. إلى أولى القصائد التي ستتحفنا بها وتشنف أسماعنا بها يا محمد. أولى القصائد من شاعر جمع في دمه حب البوسنة والهرسك إلى جانب سوريا، تفضل إلى القصيدة. تريد يعني قصيدة اقرأ ما في تحب. هذا الموضوع؟ لا اقرأ ما تحب من القصائد، أنت حر، لكن أحببت أن أوضح للسادة المشاهدين أنك تنحدر من هاتين الدولتين أو من هذين البلدين، جزء منك سوري وجزء منك بوسني، تفضل. صحيح، بارك الله فيك. في الحقيقة أرى أن أستهل إلقائي الشعري بعد حمد الله تعالى والثناء عليه بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنعم به من ذكر. وهذا أفضل الكلام وأبلغ النظام. أحسنت. رأيت أو وجدت مدح رسول الله باب هدى، فجئت بالقلب بدعا وابتدعت يدي. وكيف ألقاه ذا حرف وذا قلم، ولا أذيب له روحي على جسدي. لذلك أرى أن أبدأ بقصيدتي من ديواني الشعري سلو أبي، اسمها أزهار من مناقب المختار.
تفضل. هي قصيدة أظن يسمونها في الأدب القصيدة الصمتية، يعني منظومة بشكل معين أن ألقيها. تفضل. سكن الفؤاد وبات فيه مقيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. حب النبي الهاشمي المصطفى سر سرى، فسب القلوب وأوجفا. لجواره زاد المحب تشوفا، أحيا غراما حادثا وقديما. صلوا عليه وسلموا تسليما. بدر الدجى لجماله قد غار، والنجم في أفلاكه قد دار. من عرفه قد عطر الأزهار، لهج الأنام بذكره تعظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. الله. ذو رأفة بالمؤمنين ورحمتي، آتاه ربي من جوامع حكمتي. ومحمد يدعو لأقوم شرعتي، الله تمم أمرها تتميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. في سيرة المختار تلقى الموعظة، منها تجد في كل أسطرها عظة. فارقى بنفسك أبقها متيقظة، تظفر وتسمو في الوجود شميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. آياته للعالمين سناء، فجر زهت أرض به وسماء. الله. هديه عم النفوس نقاء، فجل ظلاما في القلوب بهيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. سل جاره عن مكرمات محمد، نعم النبي المصطفى للمقتدي. شهم على أهل النهى والسؤدد، إذ سلموا للمرتضى تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. هو من عليه الصخر سلم انطقا، هو من إليه الجذع حن تشوقا. هو من يديه الماء فاض تدفقا، سال الندى من راحتيه عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. ومحمد للعالمين سلام، ومحمد للمرسلين إمام. ومحمد في النائبات همام، ومحمد خير البرية خيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. جل الذي أعطاك نهرا كوثرا، يا خير من وطئ المضارب والثرى. ما كان قولا أو حديثا يفترى، لله من حاز الفخار صميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سائل الرحمن يوم المحشر، نيل الشفاعة والمقام الأكبر. شربا من الحوض الشريف الأطهر، إن رمتم فوزا بذاك عظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت وأبدعت وأجدت وأمتعت يا محمد النقشي. بعد هذه المدحية التي تستحق عليها كل ثناء وتقدير للأمانة، بعد هذه المدحية العظيمة، حبذا أن تحدثني عن رؤيتك الشخصية الخاصة بمنهجك الشعري. يعني كيف الرسالة اللي بيسعى محمد النقشي لتثبيتها في وجدان كل من يحبون قصائده؟ حدثني عن رسالتك الشخصية من وراء كتابتك للشعر. رسالتي الشخصية من وراء كتابتي للشعر، كما قلت أنا بالنسبة لي يهمني في قصيدتي أن تلامس شغاف القلوب في البداية، تخرج من القلب إلى القلب. أحب أن يعني أن تخرج على حقيقتها، أن يتلقاها المتلقي كما أقصدها تماما، أن لا تفهم على نحو آخر. أما الرسالة الشخصية هي رسالة المحبة، رسالة العدل، رسالة السلام. أرى أن الشعر أولى به أن يتضمن دائما القيم الجامعة بين القراء، بين الشعوب، بين المتذوقين في الأمة العربية، لأن الشعر الذي نكتبه عربي. فرسالتي الشخصية هي رسالة جامعة أخاطب فيها كل أطياف الشعب العربي،
يعني بأجمعه. لا أرى لا الحدود بين الدول ولا المسافات هذه بين الدول، أحاول أن أصل إلى كل الدول باللغة العربية العالية الفصحى، وأتمنى أن تصل إلى القلوب. عن دور الشاعر في تأسيس حالة الوعي في وجدان وعقول أبناء الأمة يا محمد، حبذا لو تطلعنا عن هذه الفكرة، فكرة الوعي وما يقع على الشاعر من واجبات ومسؤوليات من أجل تحقيق هذه الفكرة وتثبيتها في وجدان أبناء الأمة جميعا. والله الشاعر يحمل أمانة الكلمة. نعم. الكلمة أمانة وحمل ثقيل بصراحة، وهذا الحمل يتطلب الصدق والإيمان من الشاعر. صدقت. يتطلب الصدق والإيمان من الشاعر وتضمين شعره القيم والأخلاق والمبادئ، أن يرقى بشعره، ينهض بالشعوب، ينهض بمجتمعه، يحاول ذلك يعني على الأقل. بالمختصر يعني يحتوي على القيم العالية والمبادئ والأخلاق، بذلك يوعي مثلا كما تفضلت في توعية الشعوب، يعني ينهض بالشعوب، ينهض بأخلاقها، ينتصر لها في الحق، يواجه ظالميها ويحاربهم. هذه أحسنت. رسالة الشاعر ودوره فيما أعتقد. إلى قصيدة جديدة يا محمد، ماذا ستسمعنا الآن؟ في قصيدة ما موضوعها؟ حديث الأمل، هي قصيدة طويلة. موضوعها عن ماذا؟ موضوعها عن الوطن، ولكن خذنا إلى هذا الوطن كما تتمنى وتشتهي، تفضل. نعم، الله يزيد فضلك. كم بيت تقريبا القصيدة؟ والله ما عدت، ولكن تتجاوز 30 بيت. خذنا إليها. لا ضير، 30 مقبولة، لا بأس، تفضل. أياما، حديث الأمل، أياما وصلها صعب المنال بصفو السلم أو نار القتال، أياما لحظها كالبرق أمضى من الأسياف أو حد النصال، أحبك ما تعاقبت الليالي وزينت السما درر اللآلي، تهيج بنورها طيات قلب فتحيي فيه أيام الخوالي، عروسا زادها العمر بهاء كساها كل أثواب الجمال، تمر بي النسائم من شذاها تطيب خاطري وتقر بالي، فأحيي ذكرها في كل يوم وأشدو والنسيم به اعتلالي، أهيم ويعتريني حر وجد، ألا يا وجد أن رفقا بحالي، سليم الجسم لكن في فؤادي نوازل صدعت شم الجبال، فرفقا يا وجيب الصب رفقا، فإن الحب فضاح الرجال، يطيح بهامة البطل المعلى ويغدي عظمه كالميت بالي، سل الأفلاك عني يا خليلي، فروحي بينها والجسم خالي، ترجي وصل من تهوى عساه يطفي جمرها برد الوصال، هلم إلي بالأسفار واكتب وسطر بين دفيها مقالي، ألا يا جفوة الأحباب زولي، ففرط الجفو يدني من زوالي، لكم حنت إلى الشهباء روحي ومورد مائها العذب الزلالي، أياما سام شهبائي عذابا سقاك الله من طين الخبال، سأحيا أذكر الشهباء حتى يواريني الثرى فيها مآلي، سلام ما سلامك يا ملالي، ويا روسي يا عبد الثمال، سلام فيه آهات الثكالى وشعب ذاق ويل الاحتلال، سلام فيه تجويع اليتامى وإشباع الغواني والنذال، سلام فيه إعزاز لئيم وإذلال الكرام وسلب مالي، سلام فيه تقديس الدنايا وتحريف الهداية بالضلال، سلام فيه تمكين لظلم وتحكيم السوافل والحثال، ألا خبتم وقوض مبتغاكم
وحلت فيكم أم الوبال، بل النيران تشويكم جميعا وإن منكم وإلا النار صالي. أرى يا شام في الآفاق نورا يلوح بالبشائر جد عالي، أرى في الدهر إدراك الأمان تطوقه المنايا كالحبال. خرجنا نبتغي العليا جهادا، جرعنا المر في أعتى المحال، يطول الدرب بالأرزاء فيه ليغدو خطوه شبه المحال. فلا ندري إذ الأقدار غيب أننجو منه أم نرمى لقالي، حمي الموت أو نجم الثريا كذا الخذلان أو نيل المعالي. وفي الأيام ما يخفى علينا فنحسبه نقيضا للكمال، فلا تحسب خفايا الشيء نقصا فحسن البدر يخفى بالهلال. وليل بته سهران مطنا عليل الروح، الله الله، دمعي كالهطال، تبدى فيه محبوبي كبدر تجلى في الحقيقة لا الخيال. فقال اطلب ولا تخشى، فقال اطلب ولا تخشى قريرا، وسل ما رمت تظفر بالسؤال. لقد بلغت ما ترجو فسلني المزيد، أهبك جودا لا تبالي. فطابت ليلتي وارتاح قلبي وزال الهم والسهد حلالي، وزان الحلكة الظلماء نور تعالى عن شبيه أو مثالي. فطل يا ليل ما دامت لعيني بوارقه تبدى في الأعالي. فطل يا ليل مجددا، فطل يا ليل ما دامت لعيني، فطل يا ليل ما دامت لعيني بوارقه تبدى في الأعالي. وجد يا واهب الإحسان إني أتوق وأرتجي وارفى الظلال، فما في هذه الدنيا مرامي، مرامي وجه ربي ذي الجلال. فما في هذه الدنيا مرامي، مرامي وجه ربي ذي الجلال. أحسن بها من خاتمة وأحسن بها من رسالة تتوج بها هذا النص الجميل يا محمد النقشي. عن بواعث الإبداع حديثنا الآن، يعني ما هو أكثر ما يحفزك ويحرضك على الكتابة؟ تفضل يا محمد. والله أكثر ما يحفزني ويحرضني على الكتابة هو الحب. الحب والشوق. الحب بشتى أنواعه، إذا كتبت في الوطن فهو حب الوطن، إذا كتبت في شيء آخر في رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب، يعني الحب بالدرجة الأولى هو ما يحفزني على الكتابة. والشوق يحفزني أيضا أني أشعر بالمسؤولية تجاه، حينما أكتب مثلا قصائد في الوطن، قصائد أنتصر بها لشعبي وأرضي وأمتي، إضافة إلى القضايا الإسلامية الكبرى كقضية القدس مثلا، لقضاياي. نعم، تحفزني هذه الأمور. يعني المبدأ هو الحب، أنا أحب القدس، أحب الشام، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب يعني الحب. لكن أكثر ما يستميلك حب الشام شعرا، طبعا أكثر ما يستميلك شعرا حب الشام أم القضايا الإسلامية الكبرى، أم أنها كلها تقع على صعيد واحد؟ والله لا، القضايا الإسلامية الكبرى بالدرجة الأولى، لأن القضايا الإسلامية الكبرى إذا نظرنا وتعمقنا يعني الاعتناء بها هو اعتناء بالشام واعتناء بقضايا الشعوب واعتناء، يعني هي شاملة بالنسبة لي. نعم، أحسنت يا محمد. خذنا إلى نص شعري مختلف الآن، بعده سنذهب إلى فاصل قصير. تفضل يا محمد. نص شعري مختلف وليكن. نعم، قصيدة سميتها إليك أخي. إليك أخي. نعم، قلت فيها، هي قصيرة، قلت فيها: دع حديث من قعد وخذ عمن اجتهد، ما ابتلاع أبحره كارتشاف قطر ندى، خف الله واتقه لا تكن كمن جحد، لا تمار عبد هوى أبا النصح والرشد، سابق الأيام ولا ترخي للسنين يدا، واطلب الجواهر في الشيء واترك الزبدا.
توخى العلا رغبا، توخى العلا رغبا، فالحضيض قد صفدا، إنما الكريم فتى نفى الحيفة والصرد، إن رميت سهم جهاد استقرب الأمدا. ثم باب منتصر، إن رميت سهم جهاد استقرب الأمدا، ثم باب منتصر لا يرد من وفدا، وإن رمت درب هوان استبعد الرغدا، هل جزاء ذي عمل سوى بالذي قصد؟ أحسنت يا محمد. هل جزاء ذي عمل سوى بالذي حصد؟ نرجو أن يكون حصادك دنيا وآخرة حصاد خير. سوى بالذي قصد، وهو قصد خير وحصاد سعادة. نرجو أن تحصد السعادة دنيا وآخرة أستاذ محمد النقشي الشاعر أكرمك السوري الله. البوسني المتميز والمتألق حقا. محمد، في جعبتك فضل. الكثير من القصائد العذبة والإجابات الراقية جدا، وهذا ما سنملأ به النصف الثاني من هذه الحلقة، لكن قبل ذلك سأذهب أنا وأنت والسادة الكرام المشاهدون إلى فاصل قصير، اتفقنا؟ تفضل. نعم، إلى فاصل قصير إذن مشاهدين الكرام، بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معنا عبر سكايب الشاعر السوري المتميز حقا محمد النقشي. محمد، من أجل القدس وقبل الشعر سواء عن القدس أو غيرها، لكن حدثني عن موقع هذه المدينة المقدسة من نفسك على وجه الخصوص، تفضل. القدس موقعها في قلبي ودمي، في القلب والدم. القدس لا أستطيع أن أحصرها في نفسي، هي أكبر من نفسي حتى، هذا ما أستطيع قوله عن القدس. لا أدري يعني كيف أعبر عن ذلك، كتبت فيها القصائد ولكن موقعها في القلب. عن مدن الشجن، عن مدن الشجن وشجن المدن يا محمد، المدن التي تفرض ذاتها على الشاعر. نعم، تحفر اسمها في وجدانه الشعري، تجد نعم. لنفسها مكانا في قصائده. أبرز هذه المدن التي فرضت ذاتها طواعية على محمد النقشي، ما هي؟ مكة، المدينة، القدس، حلب، دمشق، الشهباء، بغداد، أحسنت، صنعاء، عظيم، القاهرة، كل يبدو المدن. يبدو أن أغلب العواصم العربية وقعت في نفسك شعرا يا صديقي. والله لا يخلو قلبي منها جميعها، وحتى المدن، المدن الفرعية، المدن أحسنت. التي ليست عواصم يعني. إلى قصيدة مختلفة الآن، ولك حرية اختيار القصيدة من اللون الأدبي الذي تحب، أو وفق أي نوع من أنواع أو أي شكل من أشكال الشعر العربي، لك أن تختار. نعم. القصيدة التي تحبها في أي باب من أبواب الشعر، تفضل. قصيدة قصيرة، بيني وبينك، تفضل. يا أيها الشاعر المكنون في خلدي، هات القصيدة إني قد مددت يدي، بيني وبينك رغم القرب أزمنة لا تشبه البعد إلا في نوى جسدي، علمت أنك تمحوني وتكتبني على رقاع الجوى في دولة الأمد، ما كان ذلك يا خلي لينجينا من سطوة العذل أو من أسهم الحسد.
ألقي القصيدة تلقف كل ما صنعوا، ثم استعدها وبث الحل في العقد، وانظر إلى مقلة الآمال ترمقنا، لكنها لم تزل تظن بالمدد، بيني وبينك ما لسنا لندركه، ما بيننا فوق كل الشعر يا ولدي. ما بيننا فوق كل الشعر يا محمد، هكذا كنا وهكذا نبقى ونظل، ولا خلاف على ذلك ولا شك فيه. محمد، إذا أردنا أن نتحدث الآن عن فكرة القيم الجميلة والنبيلة التي ينبغي على الشاعر أن يسهم حثيثا بتعزيزها في نفوس وجدان أبناء الأمة، حدثنا عن أبرز القيم التي ينبغي أن تحضر في نصوص الشعراء وينبغي أن ينادوا فيها كذلك من خلال منابرهم المتعددة. القيم في وجدان الأمة العربية أم الأمة الإسلامية أم عموما؟ بشكل عام. بشكل عام. كن كونيا. القيم كونيا. القيم التي أرى تعزيزها في نفوس أبناء أمتنا هي القيم التي تسمو بهم، بأخلاقهم، بمعارفهم، بنهضتهم، بتطورهم، بحداثتهم، بطموحاتهم، القيم العلمية، القيم الفكرية، القيم الأدبية، يعني القيم السامية التي ترقى بهذا المجتمع وهذه الأمة، قيم الوحدة، قيم الأصالة، القيم الرابطة بالأصل، القيم الجامعة كما ذكرت سابقا. هذه أهم القيم في نظري التي يجب على الشاعر أن يحملها إلى أمته، طبعا بلسان بسيط إذا يعني قدر الإمكان. محمد، هل هناك أخلاق معينة ترى أن الأمة هجرتها مثلا وينبغي استعادتها في مثل هذه الظروف العصيبة التي نعيش؟ إن كان الأمر صحيحا فما هي تلك الأخلاق التي يعني تنصح بضرورة استعادتها حتى يعود لهذه الأمة مجدها وريادتها؟ والله بالطبع هناك أخلاق هجرتها الأمة حتى تفرقت، مثل أستطيع أن أقول يعني الذي فرق الأمة ربما كان التباغض، الأضغان، زرع الأضغان والأحقاد بينها، يعني نجح المغرضون والأعداء والغرب هو الشرق وحكامنا كلهم نجحوا في تفريق الشعوب بزرع البغضاء بينهم. هل ترى أن الأمة غير معتصمة، غير متحدة، وهذا أيضا من الأخلاق المهجورة التي ينبغي استعادتها؟ طبعا بالطبع، هذا أنا يعني أول أمنية لي الآن أن نحطم هذه القيود ونمحو الحدود من على الجغرافيا ومن على الأرض ونوحد رايتنا حتى. نعم. فهذا ما أرى، يعني القيم الجامعة والأخلاق الجامعة. أحسنت. أن يتحابوا فيما بينهم، هذا ما أصبو إليه وأعنيه، وأتمنى أن أراه في حياتي وفي عمري القصير. عن ذكريات حلب الشهباء وسوريا بشكل عام، أول ما قفز إلى ذهنك الآن من ذكريات وتحب أن تسجلها في مثل هذه الحلقة من 15 سنة التي عشتها هناك في سوريا، أكثر ما تحن إليه؟ أكثر ما أحن إليه حلب كمدينة، أحن إلى حلب القديمة، فأنا ابن حلب القديمة. أحن إلى التجول ويعني بين أزقتها، أحن إلى زيارة قلعتها، أحن إلى فيها يعني نوع خاص من الموالد والموشحات والأناشيد، أحن إليها كلها. القدود الحلبية كذلك تحن إليها بشكل عام. نعم، أحن إلى ذلك كله، سبحان الله، وحرمت من ذلك منذ ما يزيد على 12 سنوات كثيرة يا إلهي. نعم. نرجو أن تعود إليها شامخ القلب مرفوع الرأس، وما ذلك على الله بعزيز. يا محمد، إلى قصيدة. نعم. قصيدة الله. جديدة.
بما أنك ذكرت حلب، هل معنا وقت؟ لنا ولك كل الوقت، تفضل. الله يبارك فيك. رأيت أن ألقي قصيدة في حلب، أيضا هي في ديواني. خذنا إلى حلب التي تحب. اسمها على مشارف حلب بين الأسنة والدمع. تفضل. فوق الثرى بين الأسنة والدمى، بين الأصيل وغورها تحت السماء، حيث التقاء الواديين بربوة، غصن النقى برد الندى، حيث احتمى ظبي الكناس، رميت أبغي صيده فاصطادني بنباله لما رمى. والسهم إن أطلقنه أجفانه أسر الفؤاد ولبه وتحكما، وضبا مواضي الهند في أهدابه ببريقها تردي الهصور الضيغما. أيقنت أني بعد ذلك هالك، فأشار لي بالحاجبين وكلما قال اتخذ لك منزلا إن شئت أو ترحل فأنت إلى الرحيل وسلم. إيه، قال اتخذ لك منزلا إن شئت. نعم، قال اتخذ لك منزلا إن شئت أو ترحل فأنت إلى الرحيل وسلم. يا الله. قلت استقر القلب إن يك مبعدا أو شك بما يصليه فيك جهنم. آليت لا أرضى فراقا، إنني لمقيم داري حيث طاف وخيما، وأدير لحظي في سلاسل حسنه وأميل حيث يميل. لا كلت، وما طرفي وقلبي واحتدام لواعجي إلا رهائن للبنان إذا وما، وأحط حيث امتد واسع طيفه، وأطير حيث يطير يسبي الأنجما. يا ذا الذي أجريته مجرى دمي، فإذا أسيح غدوت ميتا معدما. أوسامني منه الجفاء وجدتني حيرانا، أرتقب الغداة الأسحما. بلغ الخلية على الغرام تصبري، فقضى الوساوس والظنون وسوما. يا أي هذا اللائم في أسره، لو كنت تدري ما القيود لربما أقصرت حتى صرت ترجو قيده، آثرت أن ترقى لذلك سلما. وإذا التهتك صار فيك سجية، يقضي القضاء لتجرى عنا العلقمة. إني على عهد قديم بيننا ماض، وعندي العهد كان مقدما. مرت علي ضحى حمائم دوحه، وأخذن فكري والجنان فيمما نحو الحما. والشام ذلك، ليت الحما بعد النوى عرف الحما. وأنا الذي إن بحت صدق مدمعي، والحرف دمعي والقريض الأعظم. فذكرت ساحرة المحيا والشذا حلب الصبا، عز الهوى أن يكتما. هي درة في الأرض زانت وجهها، كالورد في الخدين يسقى العندما. كم بات هذا الطرف فيك مسهدا يجفو الرقاد، كم بات هذا الطرف فيك مسهدا يجفو الرقاد وناعسات نوما. ولقد مررت على الدوارس والقرى وفناء دار كان يوما معلما، فرأيت في باب الحديد مذلة ومهانة للظالمين ومخذما. الأبواب هي أماكن في حلب. نعم. باب الحديد، باب النصر. نعم. فرأيت في باب الحديد مذلة ومهانة للظالمين ومخذما، في قلعة هي في المعالي شامة، آنست عزا صنته أن يهدما. مولاي، هذه منيتي نطقت بها مني الجوارح ترتجي أن ترحما. فسجدت في الأموي سجدة قانت. إيه، فسجدت في الأموي. فسجدت في الأموي سجدة قانت، ورفعت إذ ذاك النداء الأكرما، وحططت
في خان الوزير حمولتي ومشيت بين زقاقها مترنما من بابق النسرين رحت أجوبها طوفت بالأبواب سبعا كلما وفيت باب النصر أبصر خالدا وأبا عبيدة فاتحين تقدما فرسمت في الأبيات مطلع قصتي فوق الثرى بين الأسنة والدماء. عظيم عظيم يا محمد، أحسنت، لا فض فوك. محمد النقشي، وأنت طبيب جراح كما سبق في بداية الحلقة وأوضحت لنا. لا لست جراحا، الآن في الطب العام أنا طبيب عام. لا نعم فرق نعم كثيرا، إنما نعم أنت في مهنة نعم الطب تشتغل. نعم هل نعم سبق وجلست بينك وبين نفسك وبحثت فيما يتعلق بالقواسم المشتركة ما بين الطب والشعر؟ هل حصل مثل هذا؟ حديث احتلجت به نفسك؟ نعم حصل، حصل قبل قليل سبحان الله قبل البرنامج، وحصل مرات يعني عديدة قبل ذلك. القواسم المشتركة أو القاسم المشترك الأكبر هو الإنسان. أحسنت. الإنسان هو الإنسان، الطب معني بصحة الإنسان، والشعر معني بروح الإنسان. فيعني في النهاية القاسم المشترك هو الإنسان، هو صالح الإنسان. عظيم. نعم. إذا أردنا أن نتحدث الآن عن هذا الإنسان ومعاناة نعم الإنسان لا سيما في سوريا، نعم، ما هي أمنيتك الخاصة التي ترسل بها إلى كل مظلوم ومكلوم في بلدك الذي لا يزال يعاني بكل صراحة وحرية؟ تفضل، ماذا تقول؟ هل أستطيع أن أقولها شعرا؟ قل ما تحب، تفضل لك ذلك. نعم. الله يبارك فيك. أمنيتي، خذنا سننصر هذه الأمنية، هي مقطع من قصيدة كبيرة. تفضل. تخميسة يعني لك ذلك. سننصر أمنيتي التي أرسلها إلى وطني، سننصر الشام أمرا خط بالقلم، سيهزم الجمع نصرا بالغ القدم، ستفتح القدس حكما جل من حكمي، سيظهر الحق عدل السيف والقلم، مهلا لقد كان هذا الحكم مرتقبا، يا شام يا درة الأسياد والخلفاء، يا قبلة المجد حيث مال وانصرفا، يا روضة اليمن فيها قد نما وضفا، يا فرقد الأرض لما توجت شرفا، إن الكريم لشامي إذا انتسبا. في هذه الأبيات أرسل أمنيتي إلى وطني، أمنيتي بالنصر، أمنيتي بالسلام له، أمنيتي بالتحرر من قيود الظالمين. وهذا ليس فقط إلى وطني، هذا وطني ليس سوريا فقط، وطني أحسنت ليس البوسنة، وطني الأمة جمعاء. أحسنت أحسنت يا محمد. العربية جمعاء. محمد نعم، إذا أردنا أن نتحدث الآن عن الوسائل التي ساعدت الشاعر على الوصول لسيما وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، لكن أكثر ما تجده مزعجا في هذه الوسائل بشكل عام وترى أنه لا يخدم لا الشاعر ولا تجربته، ما هي أكثر الأمور التي أزعجتك في هذه الوسائل؟ والله المزعج في وسائل التواصل الاجتماعي المزعج العزلة، العزلة عن المواجهة المباشرة مع الجمهور. هذا مزعج جدا، يعني فاصل كبير، يعني هو عازل كبير بين الشاعر وجمهوره، اكتفاء الكثير من الشعراء وجمهور الشعر بمتابعة الشعر وقراءته فقط عبر الوسائل الاجتماعية وسائل التواصل، والابتعاد نعم عن فكرة اللقاء المباشر. نعم أكمل يا محمد. حتى يعني القراء في وسائل التواصل الاجتماعي ولنقل على سبيل المثال فيسبوك، يعني لا يقرؤون النص كاملا، أنت تكتب قصيدة وتنشرها لا يقرؤونها كاملة، يقرؤون أول بيت وآخر بيت ويعطيك يعني اللايك الإعجاب، وربما لا يعلق لك بلا فض فوك وفيها ما ربما ما قد لا يعجبه يعني، ويعلق لك بالله عليك ولا فض فوك، فهذا مزعج حقا.
أمر آخر مزعج، المهاترات بين الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، بين الشعراء، هذه المهاترات هذه مزعجة حقيقة. عن نموذجك الخاص، وفيه مثلا نوع من النصيحة تقدمها لكل من يحبون الشعر ويتابعونه، لبعض الشعراء الذين ربما يجهلون هذه الطريقة، طريقتك في التعامل مع وسائل التواصل واجتناب مثل هذه الأمور المزعجة التي قد تعرض للشاعر عند النشر وفي مشواره ومشروعه الأدبي ككل؟ والله يعني فيما يخصني يعني ويخص، نعم، فيما يخصك شخصيا. نعم، فيما يخصك. نعم نعم، فيما يخصني ويخص تعاملي مع وسائل التواصل الاجتماعي، أنا لا ألقي بالا لهذه المهاترات، أتجنب الخوض في الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، أتجنب يعني الشتائم، هذه الأمور التي تؤدي يعني بأخلاق المرء حقيقة. يعني هذا بالنسبة إذا كنت تعني وسائل التواصل الاجتماعي بذاتها. أكيد. نعم، أما نموذج الشعري أتناول قضيتي، أكون منصفا صادقا فيها، مؤمنا بها، ويعني أحاول أن لا أؤذي أحدا بذاته، أؤذي تصرف ممكن، يعني أذكر تصرف وربما أهجوه، ولكن لا أسيء إلى شخص بعينه بذاته. أحسنت يا محمد. شخصيته، نعم، هذا شخصية أدبية معينة من الزمن الغابر لا تزال تسيطر على محمد النقشي وتمتلك عليه جوارحه وروحه. شخصية شعرية. وبدك تقول لي لماذا كمان؟ لماذا فلان بالذات؟ هذا سؤال صعب، لأني في الحقيقة لو يعني أكون معك صريحا، لك أن تختار مجموعة. في كل زمن لي شخصيات، في زمان يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لي حسان بن ثابت رضي الله عنه، في العصور اللاحقة جرير مثلا، في يعني ما بعد أظن المتنبي، أبو تمام، هؤلاء جميعا في العصور الغابرة. لا، أحب أشعارهم، على أني قرأت هذه الأشعار منذ زمن، قرأتها طفلا ولا أدري، يعني نسيتها، لم أحتفظ بها بالذاكرة، يعني ربما أحسن. لو سألتني اليوم، أنا أقل الناس حفظا للشعر، يعني حتى شعري ربما أحفظه أحيانا قبل أن ألقيه حتى أتفاعل أكثر وأنظر في وجه من ألقي عليه الشعر، ولكن بشكل عام سبحان الله نسيت أو أنسى. طيب، بالنظر إلى هؤلاء الشعراء وغيرهم يا محمد، أكثر الخصال الواجب أن تتوفر بالشاعر من خصال وصفات هؤلاء الشعراء التي استخلصتها لنفسك من خلال قراءتك لهم، أكثر الصفات والخصال التي ينبغي أن تحضر في ذات الشاعر حتى يكون صاحب تأثير؟ والله الخصال الإيمان بما يكتب، الصدق، الشجاعة والحماسة، الصدق، كنت سأتي عليها، ولكن تفضل. يهمني في البداية يهمني الإيمان والصدق، وبعد عظيم. ذلك الإصرار والشجاعة والعزيمة على ما ينوي يعني الخوض فيه، على قضيته، والحق، يعني توخي الحق، أن يكون متوخيا للحق دائما، هذه خصال هامة أراها يعني يجب أن تتوفر في الشاعر حتى يكون مؤثرا. الإخلاص، الإيمان، الشجاعة كما تفضل، الإصرار، عظيم، المعرفة، العلم والحكمة أيضا، هذه خصال يعني ضرورية جدا للشاعر أو الكاتب بشكل عام. أحسنت يا محمد النقشي، الشاعر السوري البوسني الجميل المتألق حقا. إلى القصيدة الختامية يا محمد، مر الوقت سريعا، إلى القصيدة التي تود أن تختم بها هذه الحلقة. هل لي أن أخيرك الآن بين عنوانين وأنت لا تعرفهما، ولكن أنت حر ألقي هذه أو تلك؟ تفضل، لك أن تخيرني.
كأس من الحب أم على شفا حلم؟ خذنا إلى كأس الحب إذن. نعم تفضل الآن. بالله يا قلبي عليك، بين معاني خفقتيك. أخذ الجنان بأحرف تومي بومضة أدعجيك. آتيته شعري فأنشدني البيان بحاذييك. يا قبلة الأنفاس، والأنفاس كم تصبو إليك. الله. عجل بما منيتها من روضتيك وجنتيك. فالشعر أزهر بالبديع لدى ورودي وجنتيك. شهدت نسيمات الهوى بهوايا خالط جانبيك. هذا أنا من مشرقيك رأيتني في مغربيك. الله. يا ساكني وأنا النزيل رحابه ضيفا لديك. كيف التناسي والسلو لمن يراك بناظريك. شتان بين معذبي ومعذبي ومكافئيك. سأظل أرسمني على وجه التراب صحيفتيك. وأروح أكتبني على بيت القصيد قصيدتيك. وأقوم أرفعني نداء فوق رعد سحابة وأقوم أرفعني نداء فوق رعد سحابتيك. نعم. وأقوم أرفعني نداء فوق رعد سحابتيك. والماء ينقشني على صم الصخور بقطرتيك. عظيم. فأبيت أمزجني بطيفك ثم أشرب خمرتيك. يا أيها السر الجلي، يا أيها السر الجلي، اشدد يدي بساعديك. قالوا أحبك، قلت بل أهوى الردى بمهنديك. أنا لست أبغي العيش إلا في منازل راحتيك. أنا لا أروم الموت إلا الموت من كلتا يديك. ما بينهن الشوق واراني لظاه بمقلتيك. دمت صاحب إحساس عالي يا محمد، مؤثرا في الوجدان. مر الوقت سريعا محمد النقشي الشاعر. نعم. السوري الجميل. انتهى هذا اللقاء، ماذا تقول في الختام؟ والله في الختام أشكركم شكرا جزيلا. أشكر لك. شخصك الكريم أستاذ مصطفى والفريق العامل في قناة الرافدين وفي برنامج بيت القصيد. أحييكم جميعا، كنت مسرورا وسعيدا بلقائي معكم. نحن الأكثر سعادة ولو عبر سكان. شكرا يا محمد. الله يبارك فيكم. شكرا. الله يحفظكم. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر. ظلوا دائما في رعاية الله.